اوكي، السلام عليكم يا اخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. اخ محمد احد توار من زليتن، فنحن حابين تو نسالك ما هي اخر التطورات اللي في زليتن، وشن تقدر تحكي لنا على اخر اشتباكات بين توار زليتن وبين كتائب القذاف؟ والله بالنسبة للاشتباكات داخل المدينة، هنا من يوم 9 من الشهر هدايا تمت أو قامت أفراد الكتائب باعتقال مجموعة من الشباب اللي معانا في التنظيم، وكان العدد 9 أشخاص يعني اللي اعتقلوهم. الشخص العاشر لما حاولوا يعتقلوه بمجرد ما خشوا لمنزله هو طلع ورمي عليهم بالرصاص وكذا، وقتل منهم مجموعة يعني كانوا 6 عددهم. وبعدين هو أصيب برصاص القناص من عليه مبنى كان مقابل البيت متاعه، وبمجرد ما صارت الحادثة هذه انتفضت المنطقة كلها وصارت اشتباكات عنيفة استمرت لمدة 18 ساعة. استخدموا فيها الكتائب يعني استخدمت فيها المدفعية واستخدموا فيها الـ 14.5 والـ 23 والهاون والـ RPG، وكان قصف عنيف جدا يعني. والمنطقة كانت منطقة سكنية وفيها عائلات وفيها مسجد وفيها يعني حي سكني متكامل، فطوقوا المنطقة وأصبح القصف مكثف عليها. وكان في عدد الشهداء كان 3 وكلهم كانوا برصاص القناصة. وبالنسبة للدوار قتلوا حوالي 53 شخص من الكتائب، وكان ما في شاء الله. أسير واحد من الكتائب. باهي، بالنسبة أنت قلت أنه كان في ضرب بالآر بي جي والقذائف، هل كانت يعني في خسائر مادية واجد؟ وبالنسبة للعائلات، هل كان في أضرار يعني أو ضحايا من العائلات ولا لا؟ لا، الحمد لله. هي المنطقة ما هيش مخططة يعني، الطرق ترابية كلها، المنطقة اللي تم حصارها، فطبيعة المكان الحمد لله يعني ما خلتش القذائف دي تسبب أضرار كبيرة. فهي كانت الأضرار كلها في المباني بس، ما فيش أضرار في الأرواح، ما فيش إلا 3 شهداء استشهدوا برصاص القناصة، واحد في يوم 9 بعد صلاة العصر قبل صلاة المغرب بشوية، والاثنين التانيين يوم 10 الصبح، يوم 10/6. يوم 10/6 صباحا. وبالنسبة للاشتباكات هذين، يعني من يوم 10/6 لعند اليوم ما كانش في اشتباكات بعدها؟ بعد كانت في هدنة يعني، هم أرسلوا لنا مجموعة من الناس يعني اللي كانوا محايدين وخشوا في الموضوع، وقالوا احنا والله مش عارف يعني ما نبوش نديروا دم في المدينة ومش عارف ايش. وهي كانت المشكلة حسب تصوري انهم هم ما عندهمش حتى الامكانيات كانت في هذاك الوقت. ليش؟ لان كان حتى الجيش اللي جابوه طوق المنطقة جابوه استدعوه من الجبهة متاع مصراتة يعني، فهم كانوا يبوا يديروا حل بأي طريقة باش ما ينقصوش الضغط على الجبهة، لأن الجيش ده اللي جابوه هم محتاجيننا في الجبهة أكثر مما محتاجيننا داخل المدينة. باهي، بالنسبة لزليتن نفسها، شنو يعني الحركة فيها كيف؟ هل فيها بوابات؟ هل زليتن يعني حتى من ناحية البشرية، يعني المحلات، شنو الوضع في زليتن؟ يعني شنو وضعها بالضبط؟ والله الوضع الإنساني تعبان جدا، تعبان لأبعد الحدود. أولا يعني كيف من ناحية؟ الحركة صعبة جدا، الحركة صعبة جدا لأن في نقاط تفتيش في كل مكان، وخاصة يوم الخميس في العشية ويوم الجمعة، لأن ديما خايفين من يوم الجمعة فديما يكون فيه تركيز مكثف يعني. فتوصل بهم يوم الجمعة كل 300 400 متر يديروا في نقطة تفتيش يعني، لو واحد بيمشي مسافة 2 3 كيلو ممكن يتفتش 4 5 مرات.
بايو نقطة تفتيش هذين شنو يفتشن بالضبط؟ يفتشن في الموبايلات، يفتشوا يعني شنو الهدف هي منهم؟ أغلب الأحيان يفتشوا، يطلب منك فتح الصندوق بتاع السيارة وكذا، يشوفوا تحت الكراسي، يشوفوا الأدراج بتاعت السيارة، أحيانا يقول لك أفتح الماتور باب المحرك يعني، ويشوفوا هل في حاجة، يبحثوا عليه أسلحة أو شيء من القبيل. وفي بعض الأحيان التفتيش شخصي، وأحيانا يفتشوا حتى في أجهزة التليفونات. وبالنسبة بهي للماديات يعني المواد الغذائية، بالنسبة للمواد الطبية، المستشفيات في زليتن شنو أحوالهم هذينا؟ والله المواد الغذائية ناقصة بشكل كبير بكل يعني، في بعض الأشياء مفقودة نهائيا. عندك السلع الأساسية، ممكن الدقيق، المكرونة، الطماطم، الزيت، حاجات زي هيك قاعدة لعند الآن متوفرة شوية. الأسعار غالية جدا، في بعض الأشياء السعر مضاعف، وفي بعض الأشياء ما يعني فيها زيادة بس مش بالحجم الكبير يعني. أما بعض الأشياء الثانية ما شبه مفقودة يعني، زي مثلا حليب الأطفال، زي الحفاضات، السلع الأخرى مثلا زي مثلا الجبنة، التن، الأشياء هذه يعني كلها ناقصة، كلها ناقصة كلها يعني. المحلات تخش تلاقي الأرفف كلها فاضية بصفة عامة يعني. بالنسبة بالنسبة للأدوية للأدوية أيضا فيها نقص كبير، الأدوية ناقصة حتى بشكل كبير، أدوية السكر، أدوية الضغط، المسالك، أدوية الكلى، البنادول مش موجود، أشياء واجدة يعني مش موجودة، والأسعار زيادة حتى هي مضاعفة، كلها مضاعفة. بالنسبة للبنزين حتى هو مش موجود نهائيا، شبه معدوم، شبه معدوم. والمستشفيات معناته وأصبح بما أن الأدوية ناقصة معناتها المستشفيات حتى هي مرة بأزمة حاليا. لا، المستشفيات، هو أولا مستشفى واحد هو في المدينة، مستشفى رئيسي واحد، عندك الباقي كلها عيادات خاصة يعني أو مستوصفات. بالنسبة للمستوصفات ما أظنش عليها حركة يعني، هي من قبل ما فيهاش إلا تطعيمات إن وجدت يعني، حتى في الأوضاع العادية مش مبارك توا يعني. بالنسبة للمستشفى الرئيسي هذا طبعا هو مستخدمينه كمستشفى للأفراد المصابين يعني، يجيبوا فيه في المصابين من الجبهة ويستقبلوا فيهم غادي، فهي الأدوية اللي موجودة فيه يجيبوا فيها هم يعني، مش للعامة، يعني أنت تحكي أن مش المستشفى للسكان تستعمل فيه الكتائب. بالضبط. يستعملوا فيه تمام. حتى المدنيين، بس يستعملوا فيه حتى المدنيين، بس مش بالوضعية اللي قبل يعني. هو من قبل تمام. يعني ما نحكي لكش عليه وضعه، من قبل ما نحكي لكش عليه وضعه، هو مكسر لي حوالي 10 سنوات يعني، على أساس عطوه لشركة جد كسرات أو خلت فيه مبنى واحد والباقي كله قاعد هيك وخلاص مفتوح ما فيش شي ولا حاجة. الوضع تعبان جدا. بالنسبة لتوار زليتن، هل في اتصال بينه وبين توار مصراتة؟ يعني هل في مخطط أو خريطة عمل بيناتهم لتحرير الجبهات ولتحرير زليتن حتى هي؟ والله الخطط هذه موجودة بس احنا متحفظين عليها يعني، ما فيش داعي نذكرها في الإعلام. بس تمام. بشكل عام في تواصل بشكل كبير مع توار مدينة مصراتة، ومع توار مدينة بنغازي، المنطقة الشرقية ومنطقة الجبل والخمس والمنطقة كلها الغربية يعني، وطرابلس، كلهم في تواصل الحمد لله يعني. الحمد لله. المشاكل اللي نعانوا منها هي نقص الأسلحة يعني، بس هذه ما عندناش أسلحة كفاية باش احنا نقدر نقاوم ولا نقدر ندير شيء. بهي بالنسبة من يوم 10 لعند اليوم، الكتائب يعني خلتكم على براحتكم؟ يعني ما فيش أي اعتقالات، ما فيش أي اشتباكات أو لا، مناوشات؟ في اعتقالات، في الاعتقالات هم من ضمن الشروط يعني اللي تم الاتفاق عليها، او البنود اللي اتفقوا عليها في الهدنة هذه، ان ما عادش فيه اعتقالات تتم يعني باقتحام المنازل.
فهم تموا يعتقلوا في الناس اللي يلاقوهم برا، مثلا طالع من المسجد، طالع من البيت، حاجة زي هيك. لكن اقتحام منازل ولا شيء إلا عند الآن ما عادش سمعنا، بس ما زالت في اعتقالات، يعني ما زالت في. باهي، وهل في تجنيد يعني مجبور على شباب زليتن، أو هل في استعمال مثلا لسكان زليتن في الجبهات كدروع بشرية؟ لا، هم يستغلوا في الشباب الصغير، يعني الأعمار 18 19، يعني يغروا فيهم بالسلاح ويعطوا فيهم في السيارات جديدة وكذا، بحيث يستقطبوهم للجبهة. ومع ذلك ما فيش عدد كبير، يعني هي عدد بسيط جدا، وهم يعني حتالة البشر، يعني معلش على اللفظ، بس هم كلهم يعني الناس اللي أخلاقها مش كويسة، يعني سواء كانوا يتعاطوا في المخدرات ولا في المشروبات الكحولية، ولا خريجين سجون، ولا أشياء من هالقبيل. مش يعني من الواضح جدا أنك لما تجي تشوف الناس المتطوعين هذين، ما تلاقيش منهم ناس متعلمة، يعني مستوياتها التعليمية كويسة، بينما التوار الغالبية ناس متعلمة وناس مثقفة وناس مستوياتها الاجتماعية كويسة جدا. يعني ما هي عندي آخر سؤال لك، هو هل أنتم يعني مثلا أهل زليتن، توار زليتن، متفائلين يعني بالأيامات الجاية، متفائلين بالمدة الجاية ولا لا يعني؟ والله احنا متفائلين، وحتى لو ما فيش تفاؤل احنا منتصرين بإذن الله، وإلا ميتين. أما لا إن باش شاء الله القذافي بيقعد منتصرين يا يحكمنا رب. مرة ثانية، هذه ما فيش إن شاء الله، ما فيش، لا بإذن الله منتصرين، وإن شاء يعني الله عن قريب ننتصر أو نسمع على نموت الانتصار يعني. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أوكي، شكرا لك يا إن شاء أخ الله بإذن الله. محمد على المعلومات هذه على مدينة زليتن. بارك الله فيكم، إن شاء الله منتصرين، وربي إن شاء الله يبارك فيكم. إن شاء الله.